بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل ان شاء الله سندوتش الجمبري المقلي بصوص الكوكتيل. عندنا رغيف فينو هنفتحه، وعندنا صوص الكوكتيل هتلاقوا طريقته موجودة. هناخد معلقة كبيرة من الصوص وهنوزعها في الرغيف كويس، وبعد كده عندنا جزر مبشور هنبدأ نحطه من تحت، وبعد كده عندنا جمبري مقلي مقرمش هتلاقوا طريقته موجودة، هنبدأ نحطه فوق الجزر بالشكل ده كده. وبعد كده عندنا حلقات بصل متقطعة رقيق هنبدأ نرصها فوق الجمبري خلاص كده، وبعد كده هنرش رشة خفيفة من صوص الكوكتيل وخلاص كده. السندوتش خلص معانا، جربوه وإن شاء الله هيعجبكم جدا.